نحييكم من صوت لبنان وإلى حلقة جديدة من منشآت المساء. ضيف هذه الحلقة العميد المتقاعد مارون خريش. حتى صباح غد الثلاثاء ستستمر مفاعيل الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحماس القابلة للتجديد لأيام عدة، ويبقى الجنوب اللبناني مضبوطا مع غزة في هدنة غير معلنة ومن دون ربط على ما عكستها الخروقات المحدودة. ما بعد الهدنة حرب بحسب ما يعلن الطرفان إسرائيل وحماس، وحرب مع وقف التنفيذ إذا ما زاد الضغط السياسي الدولي والأمريكي على وجه الخصوص للدفع باتجاه مسار سياسي يعقلن الرؤوس الحربية في الجهتين، وتبدأ معركة تحديد الخسائر والأرباح التي ستقلب الكثير من الأوراق فلسطينيا إسرائيليا عربيا ودوليا. ما بعد الهدنة جنوب لبنان رهينة لحزب الله أسوة بلبنان، قدر أبنائه أن يدفعوا ضريبة النزوح وعدم الاستقرار لأهداف الأجندة الإيرانية التي حددها خطابان لأمينه العام منذ بدء الحرب. هل يمكن فك مصير جنوب لبنان عن غزة؟ كيف يمكن تفعيل القرار 1701؟ هل يقبل حزب الله الانسحاب إلى ما وراء الليطاني؟ وهل ستؤدي حرب غزة إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ يسعدني أن أستضيف في حلقة الليلة العميد المتقاعد مارون خريش. نرحب به بالاستوديو، ونرحب أيضا بكل المستمعين والمشاهدين عبر vdl.me وفويس أوف لبنان 100.5. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك عميد بصوت لبنان. وشكرا على الاستضافة لأول مرة ببرنامجك. أهلا وسهلا فيك. أنت هلأ في حلقة من منشآت المساء، منرحب فيك. سؤالنا اللي منبلش فيه اليوم، الهدنة يلي بغزة قائمة حاليا، سيتم تمديد هذه الهدنة حسب الأنباء المتوافرة حاليا على الأقل لمدة يمكن 3 أيام 4 أيام أو أكثر، وبالتالي هل يمكن بدء الحديث اليوم عن نصر وخسارة؟ أين موقع إسرائيل وحماس منهما؟ طيب إذا بنسأل نفسنا أنه ليه ما عملوا وقف إطلاق نار، عملوا هدنة. الهدنة هي منا وقف إطلاق نار. وقف إطلاق نار بيكون نهائي وبيصير بعده مفاوضات. الهدنة بتكون هدنة لأسباب، أنا عملت الأسباب إنسانية حسب ما قالوا، وإسرائيل أسبابها أنه بتجيب أكتر عدد ممكن، تنقذ عدد أكبر عدد ممكن من الديتوني، يعني من الرهائن اللي أخدوهن حماس من غلاف غزة. إذا بدنا نشوف إذا كان بدها تتمدد المهلة أو لا، حسب مصالح الطرفين. المرجح أنه ستتمدد هذه المهلة، لربما تكون الحاجة إسرائيلية أكثر من حماس، أو الاثنين سوا بنفس المعدل بنفس المستوى. في عندك مصالح الطرفين. شو مصلحة إسرائيل؟ مثل ما قلنا أنه تجيب أكبر عدد ممكن، تتحضر، تستعلم، تعمل استعلام تكتي على الأرض، بتعرف المواقع طبعا استراتيجيا، وبتعرف كل المواقع، إنما بتشوف تحركات والعملاء بيكونوا عم بيشتغلوا لحتى تجيب أكبر قدر ممكن من المعلومات لحتى لما تنتهي الهدنة، أو هني قبل ما تنتهي الهدنة يعملوا مفاجأة مثل ما الفلسطينيين بيعملوا مفاجأة. أنا بدأ الفلسطينيين أنه ينتبهوا للمفاجأة اللي بدها تعملها إسرائيل، لأن إسرائيل الأهداف تبعها مش أنه تقضي على حماس، بدها تقضي على قطاع غزة وعلى القضية الفلسطينية. نعم، هذه حرب إبادية، شايفها كل العالم، مبينة كل العالم. اللي بيموتوا بيكونوا راحوا، واللي ما بيموتوا بيهربوا لوين؟ بيهربوا جنوبا، وبعدين بعدين لوين؟ بعدين على بلاد الله. لا، يمكن كيف؟ يمكن على مصر، على لبنان، على بس عندك خطوط حمر، يعني عمليا عندك مواقف عربية ترفض أول شيء تهجير الفلسطينيين، في مواقف دولية أيضا ترفض تهجير الفلسطينيين، وعلى الأخص الأمريكيين ما بدهم تهجير الفلسطينيين. طيب يعني ما فيك اليوم إسرائيل تضع كل العالم تحت الأمر الواقع بهي النقطة بالذات. أكيد إسرائيل هلأ محشورة، كانت عشان هيك عملت الهدنة، محشورة بالمواقف الدولية وتغير المواقف. الأصدقاء إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، مع أنه بايدن
مش مصدق انه هودي عم يموتوا الاطفال، يعني شيء غريب مستغرب انه شو عم نعمل تمثيليه. هيدا بيعملوا تمثيليات الفلسطينيه والاعلام العربي، صار الاعلام العربي اقوى منهم. يعني منيح انه عم يوصل للاعلام العربي على الغرب وعم يعرفوا شو عم بيصير. مجازر بالتاريخ ما صار مثلها، سيبي وعم نرمي عليها وما في حدا بيردنا. المواقف العربيه عم تقولي، المواقف العربيه ما قدرت تضغط، عملوا مؤتمر يعني دبل، مؤتمر قمة عربي ومؤتمر دول إسلامية، جمعوا كل القوى الإسلامية والعربية سوا وما قدروا ياخذوا قرار يرضع إسرائيل. عمليا اليوم أنت هلا كنت عم بتقول أنه ما قدروا ياخذوا قرار بوقف إطلاق النار، بالتالي هذا القرار أمريكيا منه مقبول، عربيا عم بيطالبوا فيه، معناتها اليوم أنه ما في إعادة تموضع أمريكية واضحة بالوسط بين إسرائيل وبين العرب. في مصالح كمان الدول العربية مع أمريكا بتشتغل، بيطلبوا منهم مهلة أو بيعملوا يعني بيناوروا بيماطلوا لحتى إسرائيل تنال أهدافها. يعني طب هل نالت إسرائيل أهدافها عمليا؟ لا. اليوم أنت ما بتعتبر اليوم إسرائيل أنه أبداً تغيرت أسباب الحرب لديها، يعني قضى على حركة حماس وأصبح مثل ما بقولوا هدف غير واقعي؟ أنا بشوف هدف إسرائيل أبعد بكتير من هيك. قلت لك هدف إسرائيل قضاء على حماس، اللي بيعرفوا حق المعرفة أنه ما بيقدروا ينيلوه، لأنه وين هي حماس؟ بين 2,200,000، في 1,200 هجموا على غزة، تنفترض 1,200 مثلهم وراهم، نعم 4,000 يعني 2,400 شخص، كيف بده واحد يميزهم من بين كل هال، بل ما يقتل، عم يقتل الشعب الفلسطيني. هيدا الهدف تبعه. أول مرة سنت بن غوريون سنت ال 45، بعدين بتصريحهم كلهم، يعني هاي الخطة اللي وزارة الأمن قدمتها للكنيسة الإسرائيلي، نعم، إنه يهجروا غزة على سيناء والضفة الغربية على الأردن، وهيدي مش مزحة، يعني هيدي مزبوطة وبينفذوها على مراحل. إذا ما تنفذت هذه المرة كان في حرب سنة 8 وسنة 14 وسنة 22 وهينا سنة 23 حرب على غزة. يعني الإسرائيلي بينطروا، هيدا عدو متربص فيه. بس كمان عميد، يعني مع كل الأهداف الإسرائيلية مش دايما عامل الوقت رح يكون مع إسرائيل. يعني أنت شفت كيف العملية صارت، شفت قديش فيه تكبدت أيضا إسرائيل خسائر، هلأ كمان عندها سمعتها في العالم كمان منا منيحة، وبالتالي ما رح دايما يكون عندها التوقيت الصح للتهجير الفلسطينية. أنا ما بدي دافع عن إسرائيل ولا عن ال يعني شو بدي اقول لك، هذه النيه القتاليه تبعهم ولا عن نواياهم تجاه الفلسطينيه، ما بدي، بس انه هن القوي دائما هو اللي بيكتب التاريخ، هن القوايا اللي على الارض، والعرب قوايا بالحكي، وبعضهم ما عملوا ولا مره اكشن. قربوا للاكشن وما تعملوا وشوفوا كيف اسرائيل تتراجع. عمليا اليوم موازين القوى بالحرب كيف فينا اليوم نحددها؟ طبعا موازين القوى باتجاه اسرائيل وحليفتها امريكا، هيدا فريق. الفريق الاخر هن حماس، ومين معهم؟ ايران مش معهم، اللي ايران هي اللي اعطتهم السلاح والذخيره والتدريب وكل شيء، وتنصلوا الايرانيه، تنصلوا علنا. يعني الخامنئي قال خطاب من هالنوع، وبعدين عبد الهيان كمان نفس الشيء قال هذا الخطاب. حتى حزب الله، يعني انه هل المناوشات على حدود لبنان الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، هل هي بتخفف ضغط عن غزة؟ انا بقول لا، لانه اذا تلتين الجيش هون وتلتو تحت عندهم 762,000، نعم، مع الاحتياط باسرائيل واكثر كمان، اذا كان التلت على حدود غزه، تلت ال 700 يعني 700 على 3 يعني 200,000 تقريبا،
كم واحد بغزة بيقتلوا؟ بيلون دو فورس يعني الميزان القوى مختل وما بيأثر عليه ضربتين ثلاثة أربعة إلا إذا كان ضغط حقيقي، وأنا لا أدعو إليه طبعا، أنه نعمل نحن من الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة نعمل مناورة مثل اللي عملوها، إغارة مثل اللي عملوها الفلسطينيين. بس هيدي سقطت من أول يوم، بس بطلت هيدا السيناريو سقط من أول يوم، بدأت حركة حماس، راح المفاجأة. طيب عميد، السؤال الطبيعي اليوم بهيدا الواقع، في إمكانية في هذا الواقع العسكري القائم، هل في إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية؟ صار في كتير سيناريوهات اليوم لنحكي عن هذه الدولة الفلسطينية التي يجب أن تنشأ، بالتالي على أي سيناريو مطلوب؟ يعني قطاع غزة اليوم مشطور إلى شمال وإلى جنوب، عندك منع التهجير بالنسبة لمصر وأيضا بالنسبة للأردن، والرئيس السيسي حكي عن ملامح دولة فلسطينية منزوعة السلاح. منزوعة السلاح لشو؟ إذا بدنا نطلع، يا ريت عندك خريطة لفرجيك الضفة الغربية، في 13% مسيطرين عليها الفلسطينيين والباقي مسيطرين على الإسرائيليين. وال 13% هودي اللي مخروقين بمستوطنات إسرائيلية بالقدس وكل الضفة الغربية. يعني صار في مستوطنات، كل ما يعملوا مستوطنة زيادة ويشيلوا الفلسطينيين منها بالقوة ودمروا بيوتهم بيعترضوا العرب، وأمريكا بتقول أنه هي حزينة لأنه هيدا إنشاء المستوطنات منه لصالح السلام. طيب بعد ما عملوا كل هالمستوطنات وضربوا كل غزة، ركض بايدن. طبعا أمريكا عندها مصالحها وفي المسؤولين الأمريكيين عندهم مصالحهم. بايدن عنده انتخابات، هلا ببلش انتخابات لسنة الجاية 24. نعم. وقباله في ترامب، نزلت أسهم تبعه، شو بده يعمل هو؟ بده انه اللي مسيطرين على الإعلام بده يساندهم يناصرهم ويعمل حاله انه هو، حتى الوزير الخارجية او وزير الدفاع الأمريكاني قال انا بصفتي يهودي هون موجود. نعم. مش بصفتي أمريكاني. لحد هون وقاحة، استغبوا الشعب الأمريكي، الشعب الأمريكي اللي بيدفع الضرائب، وهن بيجوا بيرموا فيه قذائف على أطفال غزة وما عم صدقوا أنه هودي أطفال. نعم. بركي مفكرين لعب. يعني كنا عم نحكي قديش في فرصة اليوم لإقامة الدولة الفلسطينية، البعض عم يحكي قد حل الدولتين، يعني الولايات المتحدة الأمريكية اللي حديثة في الخطب الرسمية عم تحكي بحل الدولتين، العرب أيضا، السعودية وكل الدول العربية. شو اللي بعرق اليوم قيام حل الدولتين؟ بالخطة اللي عملها وزارة الأمن الإسرائيلية كاتبين أنه يعني حتى لو السلطة الفلسطينية سيطرت على غزة، هيدا بضر الأهداف البعيدة لدولة إسرائيل. الأهداف البعيدة هي القضاء على غزة، تهجير غزة، وعدم تمكينهم من أنه يعملوا دولة. الدولة بدها أرض، الدولة هي أرض وشعب ومؤسسات. الأرض هلأ مقسمة مثل ما تفضلتي. نعم. عن غزة يعني شمال وجنوب انقطشت، بعد بتوجعهم كتير إذا بدهم ينسحبوا، بيكون انتصار لحماس. وإذا بدهم يشيلوا المستوطنات من الضفة الغربية، يعني بدهم يدفعوا مليارات تعويضات مثل ما عملوا سنة 2004 لما شيلوا المستوطنات اللي كانوا بغزة على أيام شارون، شلوهن وصارت غزة يعني مسيطرة عليها الفلسطينية، وعملوا انتخابات وربح هنية، ومحمود عباس كلف هنية بس صار خلافات، كلفوا بالحكومة بس بعدين صار خلافات، صار في إطاحة بال 2007، طلعوا برا للفتحوية برا غزة
وسيطروا هني على غزة. يعني صفى في دولتين. الدولة الفلسطينية اليوم كيف بدها تكون؟ كلهم عم يحكوا بدهم اياها موحدة بين غزة والضفة الغربية. فأنت اليوم بيطالبوا أنه حماس لن تكون في المشهد الغزاوي المقبل، السلطة الفلسطينية مهترئة وضعيفة، وبالتالي كيف بده يكون في جمع لهذه الدولة الفلسطينية؟ يعني يمكن اقتراح مصر يكون نافع لفترة معينة، مثل انتداب، مثل إدارة دولية على الضفة والقطاع، بشرط أنه إسرائيل تنسحب من الضفة والقطاع وترجع لحدود 67. هو لازم ترجع لحدود القرار 1947 اللي أسم، مش أسم، أنشأ على أرض فلسطين، هيك مكتوب القرار، دولتان، دولة يهودية ودولة فلسطينية على أرض فلسطين. هيدي الأرض كلها فلسطين، عطوا نصها تقريبا، أكثر من نصها كمان لليهود والبقية للعرب. المهم أنه يومتها ما قبلوا العرب، وإسرائيل قبلت وقالوا لهم كيف تقبلوا، ما أنتوا من الفرات إلى النيل. قالوا لهم اليوم أخذنا النص وبكرة بناخذ النص الثاني. هذا سنة 1947، يعني تقريبا من 80 من 75 سنة، هذا الحكي 76 سنة. المهم أنه منشوف أنه المخطط ماشي، وهلأ عم بيهجروا غزة وعم بيهجروا الضفة الغربية. بارح كان في شيء 480 موقوف من الضفة الغربية أخذوهم. طيب أنت عم تترك ناس من الحبس وعم بتاخد قدهم 10 مرات كل يوم، هذا الشيء مش موجود عند حماس. ما فيها كل يوم تجيب رهائن لحتى قالوا طيب نحن رح نعطيكم رهائن اليوم. طيب بس ما هيدا الأخبار عم يغيروا الأسماء، بيغيروا مثل ما بدهم، مين بيقولون لا عميد بهيدي العملية بالهدف الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين. هيدا بيخلي كمان بطريقة تانية العمل المقاوم موجود، ما بعد في عندها إسرائيل كمان ولا الولايات المتحدة الأمريكية الحجة اللي أنه تقول المشهد الغزاوي بدنا إياه من دون حماس. بالتالي هي هالورقة اللي بتلعبها إسرائيل. المقاومة دايما بدها دعم، نعم، إذا كان الدعم من شعبي، من شعب ما بيكفي الدولة. الشعب اللي ثبت أنه عمليا ما كان كافي هذا، أو بده يكون دعم خارجي. فرنسا بالمقاومة كان في عندها دعم أوروبي من دول المحور لحتى عملت المقاومة الفرنسية. حزب الله مع مين معتمد؟ معتمد على إيران وعلى سوريا كان بالمرور. يعني الغزاوية هلأ عمين معتمدين؟ على إيران وعلى تدريب، يمكن ما بعرف، يمكن حزب الله كمان يكون عم يدرب، أكيد عم يدرب. حزب الله كان هو بأساس كان بكل خطابات السيد حسن نصر الله أنه نحن ممكن نتجاوز الحدود ونفوت على المستعمرات اللي بشمال فلسطين المحتلة. كان دائما يقولها، وكنا نحن العسكريين كعسكريين نقدر شو قصده، منين بده يفوت، سواء بالخنادق او كمان بالمسيرات او هودي الاشرعه، مثل ما صار بغزه حماس. مثل ما صار بغزه، وكل عسكري قادر انه تكتيا يشرح انه هذه عمليه غزه عمليه بطوليه ناجحه 100%، انما ما في عندها متابعة. يتيمي اجا من مكان ضربها وما حدا ولي امره. هي هلا انت عم بتقول يتيمي على الصعيد العسكري، بس كمان هي يتيمي على الصعيد السياسي. حتى شو الافق السياسي اليوم لحركة حماس؟ الافق السياسي هي الدولة الفلسطينية. هي الدولة الفلسطينية، اذا الشعب الفلسطيني غير موحد. يعني كان ستنا كان ما في حكي عن الدولة الفلسطينية. لما عملت هالعملية صار في حكي عن الدولة الفلسطينية بدول القرار، مش بس انه الحكي تنقول بالاجهزة وبالاعلام، لا، بدول القرار صار عم يحكوا. في دول اخذوا موقف، شالوا الفلسطيني، شالوا الاسرائيلي واستقبلوا. في تعاطف مع الفلسطينيين. الفلسطينيين في تعاطف مع الفلسطينيين، في تعاطف كبير من دول مش بس من الشعوب. طب هيدا على الصعيد مثلا في تميز شوي بالموقف البلجيكي، الموقف الاسباني، الاوروبي، بس بالتالي بدك بالاخير يعني مثل ما بيقولوا صاحب القرار اللي هو الامريكي،
اليوم الأمريكيين إلى أي مدى اليوم عندهم الإرادة السياسية بأنه بخلق حل الدولتين بفرض ذلك على إسرائيل؟ يعني لحديث هلا ما في أي حكومة إسرائيلية قالت لك حل الدولتين، ولا أي حزب يقول ذلك جهارة. بالتالي يعني أنت عم تراهن على وهم الدولتين. الأمريكان بيقولوها بس هيك لحتى شعبويا بيقولوها حل الدولتين، إنما بتشوفي بأمريكا بكل مدن أمريكا صار في مظاهرات، هالمظاهرات خلت إنه شعبية بايدن تنزل. معناها ليش؟ لأنه شافوا بعينهم إنه في مجازر عم ترتكب غير مبررة. قد ما كان العمل اللي عملوه حماس بغلاف غزة لا يبرر الأعمال اللي عم تصير، إزالة معالم ديني، قتل الأطفال وتركهم تحت الأنقاض، يعملوا عليهم حصار أكل ومشرب شرب ودواء وأدوات طبية، وبيضربوا المستشفيات لأول مرة، بيضربوا المستشفيات لا يراعون لا القانون الدولي ولا اتفاقيات جنيف ولا بيراعوا شيء الإسرائيلي ولا قرارات الأمم المتحدة. طلع قرار انه يعملوا مثل هدن قالوا بالامم المتحده، هلا نحن عم ننفذها بس طولت كتير. اعطوهم مهله، هذه مش تطويل، اعطوهم مهله، امريكان اعطوهم مهله، كسروا دمروا قد ما بدكم، ونحن بس يجي وقت انه انتم تنحشروا، لانه هن كمان قدام العالم كمان الاسرائيليه عم يفهموا الناس انه هن دوله حضاريه ودولة ديمقراطية، شافوا الوحشية تبع والتزمت والتعنت الإسرائيلي والعنصرية الإسرائيلية أكثر ما كان بجنوب أفريقيا. عميد اليوم بمخارج الحل للأزمة القائمة في قطاع غزة والضفة الغربية، شو بده يكون في اليوم الحل قدام حركة حماس؟ هل يمكن لحركة حماس اليوم أن تتخلى عن السلاح وأن تصبح حماس أقله في السياسة؟ يعني البعض بيشبه المرحلة مثل وقت منظمة التحرير الفلسطينية لما فل ياسر عرفات من بيروت. هل نحن قدام هذا الخيار على اعتبار أنه كل الأفريقاء الدوليين يرفضون وجود حركة حماس في المشهد الغزاوي؟ يرفضون، إنما فرضوا حالهم بكير، فرضوا حالهم، بس أنه الحل بده يكون مع مين؟ بكير كتير على حماس أنه تتحول لحزب سياسي أو حركة سياسية، لأنه هلا لا معين أبدا بتاتا لا الشعب الفلسطيني بغزة وبالضفة إلا المقاومة، مقاومة حماس. طب بالتالي هيدا نحن بلبنان كل الشعب اللبناني بيأيد المقاومة الفلسطينية بألف فلسطين، وهلا يتجنب المقاومة الفلسطينية في لبنان اللي كمان عم تستخدم هلأ، شفنا من يومين ثلاثة في فصيل ما بعرف من هو رمي قذائف على إسرائيل، نزلوا بضيعتي أنا اسمعي نبل، نزلوا بالضيعة نزل شيء 12 قذيفة، في ناس قالوا إنه هودي جايين من إسرائيل. إذا من إسرائيل نحن لا شو بدي لك، لا حول لنا ولا قوة. بس هني ما أجوا من إسرائيل، قالوا القنبلة الحديدية نزلتهم. إذا بتنزلهم القبة الحديدية ينفجر بالجو. بس هن حددوا كمان أنه إجوا من بلدة الطيري. نعم. إجوا من بلدة الطيري، بيقولوا أنه اعترضوا الصواريخ الإسرائيلية القبة الحديدية ونزلوا بعينبل. لا، لأنه لما نزلوا بعينبل انفجروا، معناها أنه ما انفجروا بالجو، وبالتالي انفجروا على الأرض. بالتالي أنه هيدا أنا بشك، يعني أنه حدا قاصد يعمل هذه الشغلة. أهل الطيري يعني مثل أهلنا، نحن كل سنة بنعمل احتفالين كبار، بنعزم كل اللي حوالينا على إفطار، وهن بيعزمونا على عيد الميلاد، وبيكون في تقريبا بين 500 و1000 شخص بقاعة واحدة. طب عم يتبادلوا الأنخاب. بعدك عم بتقول عميد أنه هيدي فصيل فلسطيني أطلق هذه الصواريخ. أنا يمكن بقدر. أنت بتقول تقديرك، أنا هيك بقدر. هل يمكن لأي فصيل فلسطيني أن يتحرك في الجنوب من دون ما يكون عنده غطاء حزب الله؟
يعني بيسلموا القذائف حزب الله، بيدربوه شوي على هيدا، لما بدهم يستعملوا بيقولوا له، بس انا بشك انه هودي قالوا له اعمل العمل هيدا. أكيد. يمكن هن عم بيعملوا، ما عندك اليوم هون مخاوف من يكون في نوع من الضغط لتهجير المسيحيين من القرى المسيحية؟ ابدا، لو عنا بمنطقتنا المسيحيين عايشين اعزاء كرام بين اخوانهم الشيعة، بس انه تردد بالبيان الاخير ولا منشك لحظة انه هن بدهم يهجرونا، بالعكس هن بيحافظوا علينا، واذا غلطنا نحن. بس انه الواضح اذا كان فصيل فلسطيني و منين بده يكون عنده القرار؟ أنا قلت إنه إذا كان هيدا فصيل فلسطيني بيكون هيدا الفصيل اللي عم بيعمل هذا العمل، إذا مقصود بيكون عم بيعمل فتنة، وهيدا دور الجيش اللبناني بيروح بيكمشهم، بيعرفهم منني ومعروفين أكيد، هين كتير نعرفهم، بيلقي القبض عليهم وبحطهم بالسجن. إذا كان هيدي صارت بالخطأ ما لازم تنعد. إذا عم يرموهم عم يرموا وقبة الحديدية اعترضتهم، لازم يرموهم بمسار ما يمرق بالضيعة، مش بعي نبل بس، بحنين وبنت جبال وممرون راس وبعيترون وبعيناتها. كان في شكاوى من القرى المسيحية، انقصفوا كل القرى، انقصفوا كل، قصفت كل القرى، قصفت وتأذت، وهذه حرب، ونحن بهذه المنطقة منا جزيرة مشططة، هناك بده يصير أخطاء وبده يصير يمكن إشياء احتكاكات. طيب وهذه لازم نستوعبها، لازم نستوعبها، ولازم نغلب المصلحة الوطنية. عميد، مش أول مرة الجنوب اللبناني يتعرض لأزمة حرب أو لتهجير أو لنزوح، وبالتالي اليوم وضعية القرى المسيحية اليوم كيف بتشوفها؟ عادي، مثل أي ضيعة موجودة هونيك. في عنا الزراعة هي أكتر شيء، مزارعين بكل القرى. هل في عنا موظفين بالدولة؟ كانت؟ نعم. هل كان في حركة نزوح كبيرة؟ من كل القرى، مش بس من عينبل. أنا عندي أصدقاء بعيترون تلفنوا لي، قالوا لي إنه هني صاروا ببيروت. نعم. قلت لهم أنا عندي بيت بيجوني، إذا بحبوا يجوا فاضي. إلى أي مدى اليوم أنه أهل الجنوب، وأنا بدعي أي واحد هلأ عن المنبر، بس أنت اليوم بالجنوب عم تدفع ضريبة قرار مش قرارك. طبعا هيدا أنا ضد إنه المقاومة اللبنانية، إذا اسمها المقاومة اللبنانية، مقاومة الإسلامية في لبنان، ضد أنا إنه هي تفوت بهذه الحرب، لأنه هذه مش حربنا، هذه مش حربنا. يمكن بيقولوا إنه إذا كسروا شوكة المقاومة الفلسطينية تنعكس علينا سلبا ويقدروا يكسرونا. نحن منا معتمدين على العسكريا، يعني أنا عم بحكي تقنيا، نحن ايه بدنا انه يكون في حلف مع كل الدول العربية، مش بس مع فلسطين، مع مصر كمان ومع السعودية، وكان في قمة عربية، كان منبر كتير مفتوح وفرصة كتير كبيرة لحتى العرب ياخدوا قرار، ما اخدوا قرار. نحنا مش ملزومين، مش ملزومين، ما في الزام علينا، لكن انه نحنا نفوت بهذه المعمعة ونخسر بلدنا. نحن بلدنا لا يحتمل الحرب، مش انه خصوصا هلأ بوضعنا الاقتصادي، ما كان بيحتمل الحرب سنة الستة، سنة 2006، ولا سنة 2000، ولا سنة 96 بعناقيد الغضب. هلأ كأنك ما كنت تحتمل الحرب، بس هلأ انت اليوم صار جوات هذه الحرب، يعني الامين العام قال نحن بثمان الشهر فتنا على هذه الحرب. هلأ بيسميها حرب اسناد، حرب دعم، حرب كل الأوصاف، ولكن بالتالي عمليا يمكن ما بقى فيك تفصل حرب الجنوب عن حرب غزة. أنا بشوف أنه في خطر كتير أكتر من لبنان على الأردن، وأنا بدعي الأردن لحتى هي كمان تعمل مثل ما بيعمل حزب الله وتفوت بهذه الحرب. بس هون وعندهم كرامة أكتر يمكن مثلنا وأحسن منا، وعندهم كرامة بمصر
مش بس نحن، بس كمان هون عميد عم بتناقض، عم بتناقض الوضع. يعني بدك انه الاردن يعمل مثل حزب الله انه مناوشات على ليش الحدود، ما بيعمل؟ بس مناوشات على الحدود اذا هيدا هيدا الطريق مضبوطة عميد، اذا انت لبنان لا يحتمل هذه المناوشات ولا يحتمل الحرب، ليش بدك الاردن يحتمل؟ ما بدنا نقارن حدا بحدا. انا عم بقول بالاردن ما عملوا وبسوريا ما عملوا، ومع انها بدول ممانعه، سوريا دوله من دول الممانعه، وايران تنصلت. اذا فات حزب الله بالحرب شو بده يصير؟ ايران بدها تفوت بالحرب، لانه حزب الله هلا ايران هو جزء من الجيش الايراني. طيب اذا بفوت حزب الله بالحرب بيكون يمكن بامر ايراني، بتفوت ايران بالحرب ولا بتتركنا وبتسندنا بالسلاح وبالذخيره وفقط؟ اذا كان قرار ايراني يعني في دعم ايراني، انا بقول تتركنا لقدرنا. هيدي غزه متروكه، غزه اعطيوها السلاح والذخيره والتدريب. حزب الله هو دره التاج الايراني، يعني ما معقول تتركه لحزب الله. هي تركت الدره الثانيه، اذا في بده يكون في اذا في دورتين على هالتاج ايه بيكون غزه وحده منهم، والثالثه هي اليمن، كمان تركت اليمن عميد. بس في اثمان اخذتها ايران لقاء هيدا الشيء ولا لا؟ ايه طبعا في اثمان. شو هن الاثمان اللي خلتها لايران تتخلى عن ورقه غزه بالاول؟ هلا داخليا قبل ما نوصل على ورقه حزب الله، هلا داخليا بلبنان يفصلون، بيقولوا انه احنا مستقلين، والدليل انه غزه اخذت القرار وحده. انا قلت اول واحد انه ما معهم خبر، لو معهم خبر كانوا بنص ساعه بيعملوا زيت العملية حزب الله وبيفوتوا على شمال معظم مستوطنات لأنه هن أقوى من الغزوية، في وراهم جيش. هيدا الإغارة بده يكون في وراكي جيش، ورا الإغارة ورا عناصر الإغارة جيش يقدروا إذا بدهم ينسحبوا يطلقوهم. لما بتحكي بجيش شو بتقصد فيها؟ جيش اللبناني، جيش مين؟ لا بقصد كور دارمي، يعني تبع حزب الله كور دارمي. انا عم بحكي عن ستركتور، يعني عن هيكليه جيش. الجيش مؤلف من ست فرق، وكل فرقه مؤلفه من ست الويه، وكل لواء مؤلف من ست كتائب، وكل كتيبه مؤلفه من ست سرايا، والى اخره لنوصل للجندي. يعني عندنا الجيش تقريبا عديده فوق ال 60,000 عسكري، وبيوصل ببعض الدول لل 120 ألف عسكري الجيش. بلبنان نحن ما عنا هيكلية جيش، ما عنا 12، ما عنا ست فرق، عنا 12 لواء وعنا حد أفواج، وما عنا سيستم ذاته، لأنه نحن بلد صغير. نيبال شو بتعمل قبال الصين وقبال باكستان؟ وهدول كلهم تهديد لإلها، بدون يبلعوها. دولة صغيرة مساحتها تقريبا 26,000 كيلومتر مربع، شو بتعمل؟ بتجن هن 3 ملايين سكان. شو بيعملوا؟ باليونيفا طبعا بالجنوب. ايه؟ 3 ملايين، فيهم يكون عندهم 5 ملايين جندي، منين بجيبوا ليدافعوا ضد الصين؟ منين بجيبوا سلاح؟ طيب لكن اليوم طيوان هن ميزان القوى بالجنوب اليوم بيستند الى القوة العسكرية تبع حزب الله، اللي شفنا منها الكورنات، الصواريخ، المسيرات، البركان، هولي كلهم سوا، كل هالاسلحة هي اللي شفناها. وكان في لغط على قصة الصواريخ الدقيقة اذا استعملها ولا ما استعملها حزب الله باخر عملية من بعد قصة بيت يحون. بالتالي اليوم كل هذه الترسانة العسكرية لحزب الله، اسرائيل كيف بده يكون عندها القدرة أن تتحملها على حدودها؟ في مطالبات بضربة لحزب الله، هل إسرائيل اليوم قادرة على توجيه ضربة استباقية لحزب الله؟ هلأ حسب المعركة، إذا المعركة بيشوفوها الإسرائيلية أنه مصيرية، ما هي مصيرية، أنه بيشوفوها أنه هيني لا منا بعده مش مهددين هلأ الكيان الإسرائيلي، بس يشوفوها أنها مصيرية بيعملوها، لأنه منحل شيء. بيعتمدوا هني على الحلفة تبعون وعلى الحلول العسكرية وعلى مصالح الدول. طيب. مصلحة أمريكا مع إيران بيأجلوا لحتى يقووا هني، بيقووا حالهم. إسرائيل عندها ترسانة أسلحة كبيرة،
وعندها أسلحة دقة عالية وعندها تكنولوجيا عالية بالأسلحة وبالتصويب وبالتسديد وبالرمي وإلى آخره. عندها كل شيء. الصواريخ ما بيغنوا عن الطيران. الطيران بيروح بتروح الطيارة فيها الطيار. العنصر الإنسان هو الأساس بالمعركة، إن كان هو على الأرض ولا بالجو. المسيرة كمان عم يسيرها إنسان، إنما الصاروخ كمان يمكن موجه بيتوجه وبيصيب، إنما الصواريخ في نعترضهم بسهولة، ما عندهم عنصر المناورة مثل الطيارة لأنه فيها طيارة. طيران بعده هو بإسرائيل هو ملك المعركة والتفوق الجوي لإله. طالما أنه هي بعدها ما وصلت إلى التهديد الكياني والوجودي لإسرائيل، عمليا الحليف الأمريكي ما بده حرب، ما بده توسيع للحرب. إيران أيضا ما بدها توسيع للحرب، يعني عم تعتبر كل ما يجري اليوم من بيروت من جنوب إلى البحر الأحمر مع اليمن والصواريخ الحوثية وما شابه، حتى وصولا إلى الهجمات على القوات الأمريكية بالعراق وسوريا، بعدنا كله ضمن القواعد يعني المقبولة. ما بيعتبر أنه هيدي نقاط عسكرية عم بتكون ساخنة وأنه يمكن أن تؤدي هودي ماشي يعني هودي يعني مناوشات ما إلى معنى بصراحة. ما في قرار بالحرب تنفصلهم بالعراق. كم عسكري أمريكاني مات؟ ما مات. هل اضطر الأمريكاني يترك قاعدة عين الأسد؟ عين الأسد طبعا لا. بدنا نشوف هلا اليمن رموا صواريخ، لوين رموا يوها؟ لوين وصلت؟ هل عرفنا الوجهه تبعها؟ نزلها القبه الحديديه الامريكيه، الامريكان اعترضوها ونزلوها. نعم. ما عرفنا وين كانوا رايحين، بس بيعملوا بيانات انه هن مع غير بترفع هيدي بالحرب النفسيه بترفع المعنويات، بس الإسرائيلي ما بيعولوا عليها. طب لكن بهيدي النقطة بالذات اليوم الدور الإيراني في المنطقة شو؟ الدور الإيراني هو دور أساسي هلأ بالمنطقة، لأنه إيران معتبرة من الدول الكبرى بالشرق الأوسط. ما بدي أقول إن هي من الدول الكبرى لأنه بعد ما صارت من الدول الكبرى، هي الدولة معتبرة مؤثرة بالشرق الأوسط، والا ما كانوا العرب بعد تخويف الامريكان من العدو الايراني اللي جاي عليهم لا يعمل الخليج كله فارسي بدوله وبيعون سلاح قد ما بدك. راحوا اجوا الصين قالت لهم اجتمعوا مع بعضكم وعملوا اتفاق. عملوا اتفاق بيناتهم. إيران لو ما هي مؤثرة ما كان لا الأمريكاني بيحسب لها حساب ولا الصيني بيحسب لها حساب. إيران دولة مؤثرة وتأثيرها بعده منه مباشر، تأثيرها غير مباشر بواسطة حلفائها اللي هن حزب الله، اللي هن هلا غزة، اللي هن باليمن حسيين، هودي يعني بالعراق الحشد الشعبي. بس اليوم الاتفاق الكبير يعني الأمريكي الإيراني يلي هو إيران تسعى له مع الولايات المتحدة الأمريكية، نعم. شو هيدا الاتفاق لحتى أنه إيران تأخذ أثمان كبيرة؟ إذا لاحظت من شي شهرين صار في تبادل بين أمريكا وإيران، تبادل لأسرى وإفراج عن أموال، أفرجوا عن 6 مليارات. نعم. طيب هودي لشو بيستعملوهن الإيرانية؟ أمريكا وهدي أفرجوا على النوم بكوريا كمان، ما بعرف ليش إنه بكوريا، أنا ما عمقت البحث لشوف إذا ليش بكوريا. هودي محتجزين، أموال محتجزين، إيرانية محتجزة من زمان، من لما سيطروا على السفارة وحجزوا 444 يوم رهائن بقلب السفارة، حجزوا الأمريكان كل الأموال الإيرانية عندهم. هلا افرجوا عن 6 مليارات، 6 مليارات مشو هودي للدعم، يعني عم نعمل مشكله بالشرق الاوسط لشو نعمل؟ اولا نقضي على القضيه الفلسطينيه، او لنعمل دوله فلسطينيه ما لها معنى ونقضي عليها بعدين.
واضح إذن الاتجاه إلى تمديد الهدنة عميد مارون خريش على الأقل لمدة يومين بانتظار أن يطلع البيانات الرسمية. هلا هذه الهدنة بده يكون فيها تبادل أسرى، بس خليني بعد ارجع ضوي أكثر على جنوب لبنان. اليوم حزب الله موجود، إسرائيل عم بتشارط وعم تطلب أنه بدأ إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني، وبالتالي اليوم بنرجع بنحكي بالقرار 1701، بنرجع بنقول أنه هيدا القرار آخر مرة تم تمديده وتم تعديل بعض فقراته يلي اعترض عليهم حزب الله. شو أهمية أنه اليوم حزب الله قد يوافق على العودة إلى ما وراء الليطاني؟ حزب الله موجود وين ما كان، يعني جنوب الليطاني وشمال الليطاني، يعني حزب الله منه جيش. حزب الله هو مقاومة شعبية، هني بيصفوا حالهم هيك انه مقاومة اسلامية شعبية لا دولة عدوة اسمها اسرائيل. انا بقاوم من جرود الهرمل، وبقاوم من البقاع، وبقاوم من جنوب وجنوب الليطاني، وكل واحد له دور. إنما يعني المنطقة هيدي اللي هي جنوب الليطاني منطقة مناسبة لحتى نطلق الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى، إنما الصواريخ البعيدة المدى فينا نحطهم بالخلف، وهذا اللي عم يصير. يمكن ما كان في ولا صاروخ، مين بيعرف؟ لو كان في كانوا قوات طوارئ بيقولوا إنه في صواريخ تعي جيش لبنان يشيلهم. وأنا كنت قائد منطقة الجنوب، وكان قطاع جنوب الليطاني موجود بالمنطقة عندي، ولا مرة اجوا القوات الطوارئ قالوا لنا انه في مشتبه بذخيرة او هيك، الا مرحنا وما لقينا ذخيرة، ما لقينا. يمكن يكون حدا عم يدلون هيك. هلا عمليا عميد عم تحكي عن مرحله ماضيه ما كان في حرب. هلا حاليا انت عندك حرب، يعني الوجود او اذا بدك هذا السلاح الموجود اليوم بمنطقه الجنوب، يعني ما بقى في شيء نحكي فيه بالقرار 1701. لكن القرار 1701 ما بيحكي عن نوع السلاح اللي لازم يكون موجود ولا مش موجود، بس بمنطقة ما يكون في سلاح وما يكون في ظهور مسلح بمنطقة ما يكون في ظهور مسلح. عظيم. مش سلاح، لأنه كل واحد ببيته عنده سلاح. طيب بس هلأ بالظهور المسلح بمنطقة مين ما كان يكون، كان بحزب الله ولا بحركة أمل ولا بالحزب الاشتراكي ولا بحزب الكتائب ولا بحزب شو بعرفني القوات اللبنانية، كلهم عندهم سلاح ببيتهم. نيجي من قلهم ممنوع بجنوب الليطاني في سلاح، ممنوع المظاهر المسلحة. إذا أنت ما عندك سلاح والدولة اللبنانية عندها شرط انك تكون انت عندك رخصة فيها، ترخيص، وما عملت الترخيص وما اجت قمعتك الدولة اللبنانية بالصفة، انه هيك كأنه سميح للعالم. كل الناس عندها سلاح. هلأ لما بيصير في اعلان حال طوارئ، ان كان حزب الله ولا الجيش اللبناني، بيحركوا قوة بزجوا القوة بمحل مناسب للمعركة. يعني تصوري حزب الله مستهدف وما يحط قوة تبعه على الحدود. طب لكن هلأ نحن بالمعمل كيف هلأ تطبق 1701 قدام؟ في عندك دعوات دولية، في عندك لبنان، كل القوة الداخلية بلبنان عم بتطالب بتنفيذ القرار 1701، واليوم كمان حتى الأمين الممثل تبع الأمم المتحدة يوانا فرانديسكا كمان ضرورة تنفيذ القرار 1701. يعني بالتالي اليوم هيدا القرار في ثغر فيه، ما تنفذته ومطلوب تنفيذه. أنا كمان ما بدي دافع عن مبادئ حزب الله أو الأعمال تبع حزب الله، وأقول إنه والله إذا ما أمنتولنا أنتو الدولة اللبنانية، كأنه هني مش من الدولة اللبنانية، ما أمنتولنا جيش بيقدر يدافع عنا، نحن من نوقف وندافع عن حالنا. فإذا عمليا الخطأ من الدولة. اسمحيلي طبعا. مين هي الدولة؟ الدولة هي الشعب وهي الأرض وهي المؤسسات، مش هيك؟ طب ما هني بالمؤسسات، ليش ما هني سعوا ليعملوا دولة، سعوا ليعملوا مقاومة؟ كيف هني بيقدروا يتسلحوا ويجيبوا كل هالأموال والدولة اللبنانية ما فيها تجيب كل الأموال؟ ولا الدولة اللبنانية بتجيب الأموال
وبتسرقها، المسؤولين تبعنا بيسرقوها وبحطوها برا بحساباتهم الشخصية، وبيتركوا المواطن اللبناني بدون حماية وبدون أكل وشرب ودواء وطبابة وإلى آخره، وهن مسامحين لأنه عم يدافعوا عنا، كلهم عم يدافعوا عنا، القوات اللبنانية عم تدافع عنا، تيار وطن حر عم يجيب لنا كمان حقوقنا المسيحية، حركة أمل وحزب الله لولاهم نحن كنا محتلين من النقورة إلى العريضة. كمان وليد جملاط لولاه هو بيحكمنا واحد ما بيسوى، فلان بسميهم يعني بسمي واحد نص لسان وواحد بسميه نص عقل وهيك لما بيكونوا مجتمعين وبيخبرون الخبريات وكلهم بيشدوا عصب على بعضهم. وجود واحد منهم علة وجود للكل، لأنه هذا السيستم الطائفي هو سيستم مافيوي. نعم. هن معلقنا فيه ونحن مزروبين مسجونين بأسوار الطائفية وما بنقدر نطلع منها. إذا بنطلع منها بيقولوا لنا أنتم ميتين، بيطلع من تيابه بيعرقل. أكيد بيطلع من تيابه بيعرقل. بس اليوم في هيمنة على السلطة، أنت اليوم في سلاح موجود يهيمن على هذه السلطة، كيف بدك يا هذه الحكومة أنه تقدر تأخذ قرار بنشر الجيش بجنوب لبنان؟ هي الحكومة هيدي صنيعة اللي مهيمن بسلاح صح على على السلطة. يعني هيدا الحكومة أو هو بيقول أنا بلاقي حل، يعني هو بفل نهائيا ما بيصرف أعمال حتى كمان ولا بيعمل شيء، بيجبر الدولة هيدي إنها ترجع تكون مؤسسات. تكوين المؤسسات معتمد على شغلة واحدة، هي انتخاب رئيس جمهورية يتفضلوا النواب هلا امبارح الشهر الماضي قبل بكره وقبل الشهر الجاي، وينزلوا على مجلس النواب بدون دعوة، ينزلوا 65 نايب بيعملوا الدورة الأولى، ما بياخذ 86 لأنه ما في 86، ما في بالدستور ما في نصاب للجلسة. إذا لم ينل 86% بيكتفوا ب 65 بالدورات الثانية بالدورات الثانية. هلا إذا ثاني دورة أخذ 65 واحد منهم بيكون رئيس جمهورية، ما في حدا بالكون كله في يطعم. لو بيجوا 64 مثل ما قال الأستاذ نبيه بري 64 نايب مسلم ونايب واحد مسيحي وانتخبوا رئيس جمهورية، بيكون رئيس جمهورية شرعي وبيكون ميثاقي، وما في ميثاقية بالدستور. الدستور خلص الميثاقية تبعه انتهت يوم اللي حطينا اتفاق الطائف، عملنا حطيناه بالدستور كله، صار دستورنا هو اتفاق الطائف. عميد، بس بما انك حكيت عن ملف الرئيس اليوم، ملف الرئيس كان معقد واقف بسبب أنه حزب الله بده مرشح والأفريقاء الآخرين ما بدهن هذا المرشح، صار في عندك مرشحين وهلأ فتنا على المرشح الثالث. اليوم من بعد حرب غزة ومن بعد فائض القوة ومن بعد الإحراز اللي بيعتبروا أنه عملنا انتصار وما شابه، بده يكون في تشدد من حزب الله على الأقل في ملف الرئاسي ولا لا؟ أو بتلاقي القصة ليش ما يكون في تشدد؟ أنا بقول لما مثل ما كان يمكن يكون الرئيس بده أن يتشدد إيه؟ لما نحن مختلف مع بعضنا وما منلاقي حل نفتح الكتاب، بس أنت الكتاب هو الدستور. عم يتصر لك سنة وشوي نحن مسكرين كتاب الدستور ومش ماشيين فيه، يعني شو عندك اليوم ضمانة أنه رئيسة الجمهورية بده هلأ نرجع نلتزم بالدستور وانتخاب رئيس جمهورية وفقا للدستور؟ حزب الله بعد ما غير موقفه تجاه لا تحديد مرشحه ولا أي مواصفات للرئاسة، بالتالي منين بده يكون في عندك التغيير؟ كل واحد حر يسمي اللي بده إياه. ننزل على المجلس، هو سمى سلمان فرنجية، فلان سمى ما بعرف مين، شو ما كان اسمه، ننزل على مجلس النواب بنضل مجتمعين دورات متتالية لحتى ننتخب وفقا للدستور ب 65 نايب ننتخب رئيس جمهورية. شو ما كانت الجلسة الأولى فيها نصاب ما فيش نصاب، اللي بدي يفسرها فيها نصاب يفرجيني الهودي المحاضر تبع الطائف اللي كانوا
مع رئيس الحسيني. نعم. وموجودين اليوم هودي المحاضر، كان موجود السفير خليل الخليل ابنه للنايب والوزير الله يرحمه كاظم الخليل، عنده اياهم كلهم، وعنده كمان حتى مثل كانه اقرار من الدول العربيه انه هن بيضمنوا تطبيق هذا الاتفاق، وما ضمنوه ولا يوم. ثاني يوم خرقوه السوريين، بدهم يعملوا توازن بين رئيس الجمهوريه ورئيس المجلس ورئيس الحكومه، وشو ما كان التوازن بدهم بيجيبوا حدا مين ما كان لحتى بيعملوه خصم لرئيس الجمهوريه اذا ما بدهم اياه، او خصم لرئيس الحكومه اذا ما بدهم اياه، وهيك كانوا يعملوا، وكانوا متحكمين بهذا البلد. واللبنانيه النواب كانوا مش موجودين، بخافوا من ضابط السوري. بس هلا كان في، هلا بده يصير في عندك حركه هاي الجمعه، بده يرجع وزير خارجية الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، بده يجي اليوم عشيه او بكره عشيه. نعم. وبده يكون في عنده ملف الرئاسي، عندك الوساطه القطريه، يعني رجعنا نحكي بالملف الرئاسي. بالتالي شو اليوم هذا الملف؟ يعني هل ينتج رئيس؟ يعني بدها تكون غزه هي التي تؤدي الى انتاج الرئيس؟ بالنتيجه شو ما كان الوضع برا وشو ما كانت الوساطه، في عندنا 128 نايب هن اللي بده يصوتوا ولا لا؟ بلا. يعني في هلا واحد بيقول لي، عم بسمع صوته بيقول لي في 6 نواب والباقي كلهم بيركضوا وراهم لهوديك النواب، كلهم 6 نواب، مين هني؟ يعني جملات وبري وحسن نصر الله وجبران باسيل وسامي فرنجيه، هو هن بيأثروا وسمير جعجع. انت بتشوف هلا ستي هودي هن اللي بيأثروا على النواب، بس بهيدي الحركه كلهم كل اللي بيصبوا بمحل واحد، القوات اللبنانيه هذيك بيصبوا بمحل واحد الى اخره، عمليا بتفضلوا ميزان القوى اليوم يطلعوا من 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 طوايفهم. طيب هو منه نايب طايفته، ومنه نايب مدينته، ولا نايب منطقته، ولا نايب حي الحي تبعه، هو وفقا للماده 27 هو نائب الأمة، منه نائب الحي تبعه مطرح ما انتخبوه، ولا الطائفة تبعه، ولا يدين بالولاء لرئيس الكتلة تبعه إذا عنده كتلة. عميد، أي رئيس جمهورية اليوم بتلاقي أنه هذه الأوضاع، يعني بالميزان القوى الداخلي اليوم الموجود بيجي رئيس جمهورية؟ يعني كان عندنا مرشحين، عندك قائد الجيش وعندك سليمان فرنجية، وإذا ما قلنا قائد الجيش لنشوف، بس بالعمليا هود المرشحين. قائد الجيش هو حل، منه خصم لحدا ولا عدو لحدا، عم يصوروه عدو لناس وخصم لناس تانيين، هو حل. بيختلفوا مثل ما اختلفوا سنة 2008، وبيرجعوا لقائد الجيش. بيختلفوا مثل ما اختلفوا كمان بسنة 92 وجابوا أمين لحوت قائد جيش رئيس جمهوري. بيختلفوا، بيلجأوا للرجل القوي اللي هو الجيش اللي هو قوي، بس ولما بيجردوا من قوته بالجيش بيجي مثلا سليمان فرنجي بيقول له لفخامة الرئيس السابق ميشيل سليمان، بيقول له نحن جبناك لتعملنا اللي بدنا اياه، ما فيك تعمل على ذوقك. تصريح على التلفزيون هيك فاقع، أنا بقولهم بكل جرأة، لأنه هذا اللي صار. نعم. هذا اللي صار، ما حدا منهم بده يجيبوا رئيس مكتف مربطينه كلهم بشروطهم، وكلهم بدهم مثل ما صار. يعني رئيس الجمهورية المقبل رئيس الجمهورية المقبل ما رح يكون لإنقاذ، رح يكون لإدارة الأزمة، استمرار إدارة الأزمة. إذا بده يضلوا هودي بالحكم اللي موجودين هلأ، نعم رح نضل 200 سنة هيك. كنا عم نحكي عن رئاسة الجمهورية، هلا اليوم صدبك تحكي رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش. يعني قيادة الجيش هلا طبعا لو الحالة عادية كان بيعينوا قائد جيش، مجلس وزراء بيجتمع بناء على اقتراح وزير الدفاع، بيعطي اسم او اسمين او ثلاثة بيتفقوا عليهم، واذا لم يتم الاتفاق بصوتوا عليهم ب 18، لانه هذا
يعتبر من الفئة الأولى قائد الجيش. في منهم لا بيقولوا لا نص زائد واحد هي 18 مزبوط، هي 18 المزبوط، تلتين يعني تلتين الأصوات، ياخذ تلتين الأصوات بمجلس وزراء بيعملوا مرسوم بعنوا قائد جيش. أما في حالة الحرب يمكن لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش اللي هو بيقترح عن حاله يعني يؤجل تطويع، يؤجل عفوا تسريح المتطوعين. من هن المتطوعين؟ هن الضباط والرتبة والأفراد، عم بحكي قانون دفاع، ضباط والرتبة والأفراد، قائد الجيش ضابط من هالضباط، بأجل تسريحه بحالات إعلان الحرب، في حرب، بحالات إعلان المنطقة العسكرية أو حالة الطوارئ بكل لبنان، موجودين كلهم موجودين، ولازم واجب على وزير الدفاع أنه بهالحالة هيدي ما يغير قائد الجيش. إنما وزير الدفاع يعني للأسف صديقي وابن دورتي يعني موريس سليم يعني يا مع الوزير كل سنة يعني شو بده يخسر تيار وطن الحر بهالسنة هيدي إلا إذا كان يعني قائد الجيش إجباري بده يجيبوه رئيس جمهورية وياخد من ضرب حدا. اتفقوا هلأ بالسياسي جبران باسيل رئيس طيار وطن حر ورئيس طيار المردة كمان اللي هو إسلامين فرنجية، اتفقوا أنه يستبعدوا قائد جيش، هذا كل الموضوع لأنه بأثر عليهم رئاسيا. لا بس فرنجية رجع سحب هذا الكلام وما قال أنه يجب التمديد لقائد الجيش، يعني سحب هذا الكلام. ليش من الاول اول شيء قالوا بعدين رجع قال لا بدنا انه في تشاور هو الرئيس بري، شاف الرئيس بري انه البطرك يمكن تدخل وقال ممنوع هلا المس بقياده الجيش ولا بقياده الجيش. الرئيس بري بدبلوماسيته المعهوده يمكن انا عصمي فرنجي. طيب بس عمليا الرئيس بري عم بيقول لك المشكل مسيحي مسيحي، هل هيدا صحيح؟ هيدا موقع وطني أيضا. كيف مسيحي مسيحي؟ يعطينا المفتاح تبع المجلس للمسيحية ويفتح المجلس وخلينا ننتخبوا رئيس. كيف مسيحي مسيحي؟ لا، بإيده هو انتخاب رئيس الجمهورية. نعم. بإيده بيصلح لرئيس الجمهورية وهو عم يقسم اليمين كمان. بإيده كل شيء. وهو بيقول لا أنا هيدا مشكلة، خلينا نتفقوا بفتح المجلس. افتح المجلس يا اخي وبتفقوا، شو بدك فيهم بتفقوا؟ لشو بدنا نعمل مشكل بين الناس ونفترضها موجوده؟ هي يمكن موجوده بس لما ينزلوا على مجلس النواب بصير في تنافس حر. خلينا نطبق شي مره بعهدهم، وانا بستبعد انه نطبق بعهدهم، لازم الشعب اللبناني يوعى وما يهمه مين بدافع عنه وما بدافع عنه، في جيش دائما بدافع عنه، في جيش دائما على قد إمكاناته، إمكانات الشعب مش إمكانات الجيش، الجيش بيعمل أكثر من إمكاناته عادة، الشعب لازم يعمل قد إمكاناته جيش لحتى يدافع عنه، وما يقبل إنه يواجه تهديد أو يتعرض هو يعرض حاله لتهديد أكبر منه مثل ما عم نعمل نحن. نحن كل التهديدات اللي عم تعرض لها أكبر منا، نحن رحنا حربنا بسوريا وحربنا بالعراق وحربنا باليمن وجبهنا الدول العربية، مش قدا نحن، نحن عنا مصالح مع الدول العربية. بعد في مجال للتراجع، التراجع بصير إذا كان في مصالح أقوى، مصالح دول أقوى هي بتفرض حيل علينا أو بتفرض مصلحتها علينا أو بتقلنا هذه مصلحتكم. بس هل يمكن لحزب الله أن يتراجع عن كل هذا يعني هل عمله هالتقدم أو هالانتشار بالجنوب بالمناطق الإقليمية إذا ما كان عنده أثمان سياسية على الأقل بالداخل؟ استثمارة بالسياسة كيف بدها تكون؟ عم الطالبي هلأ انسحاب حزب الله من جنوب ومن شمال ومعرفش منين من كل المناطق بهذه حالة الحرب، كأنه الواحد عم بيقول هتا نلغي القوة تبعنا. في عنا قوة لازم عنا الجيش الشرعي، ليش ما بده يكون عنا جيش لبناني؟ هلأ ما حزب الله بيقول أنا عرضت أكثر من مرة أني سلحه للجيش
وما وافقوا. كلهم بيقولوا انه نحن بدنا نقوي الجيش بس ما في سياسي، ما في وفاق سياسي على الشغله. تصوري بلد اهم شغله انه يعمل جيش يدافع عن حدوده او يتدخل بالداخل اذا كان في شيء، ويرفض انه يعمل هذا الجيش. ليش؟ لانه هو عنده ميليشيا، هو بده يمشي حاله على غيره بالقوه، يعني هو اقوى من غيره. الناس بيقولوا والله هيدا عند الشيعة يا خيي الناس بيوافقوا عليه، حتى نحطه هو مسؤول. وهيك بيقول عند المسيحية هيدا كمان متنفذ وقوي، حتى بس هيدا هو مسؤول. بس عميت صرت عم بتروح ب والفهمانين بهذا البلد مأكولة حقوقهم. لبنان اللي عندهم الحلول ما بيسألوهم ولا بيشاوروهم. طب عميد مارون خريش بآخر حلقتنا اليوم، لبنان وين رايح؟ لبنان؟ بعد في لبنان مع كل هالوصف اللي عم توصفه؟ طبعا نحن اليوم كان عنا بتحالف وطني انتخابات. انتخابات ديمقراطية. أنا جددت الأمل بلبنان لما شفت يعني الهيئة العامة تبع الحزب اللي عنا نحن نايبين بولا وسينتيا. بولا يعقوبيان وسينتيا زرازير. وعنا مجلس سياسي انتخب امبارح، واليوم عنا هلا بعد شوي اجتماع، اول اجتماع للمجلس السياسي. انا رجع الامل لإلي انه الناس بدها ترجع للحقيقه، بدها ترجع لتطبيق الدستور، بدها ترجع. مش نعمل ما بعرف شو هذا بسموه تاسيسي ومؤتمر برا والى اخره لحتى نظبط لبنان. لبنان خلينا نطبق القوانين والدستور ولبنان بألف خير. انا عندي امل كبير بهذا البلد، بشباب هذا البلد اللي نزلوا ب 17-20 صرخوا كلهم لا للطائفية. نعم. بعدين رجعوا مسكوهم قوسوهم بصدورهم وبعيونهم وحطوهم بالحبس وضلوا ينكلوا فيهم لحتى بطل أهليهم خليهم ينزلوا. نعم. وهن زهقوا وفي غلط كان بالثورة، ما كان عندها قيادة موحدة لهذه الثورة، وإلا نحن منعول على ثورة تانية هلأ قريبا إن شاء الله. ثورة فكرية هي من روحية 17-20 ترجع تعيد الأمل للبنانيين كلهم. على أمل هيدا الأمل يترجم عمليا عميد، لهون بدأ تخلص حلقتنا من مانشيت المساء. بجدد شكري للعميد المتقاعد مارون خريش، كمان بدي أشكر كل المستمعين والمشاهدين يلي تابعونا. شكرا وإلى اللقاء.